عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أخرجه البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم. رسول حياكم الله، ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون فيه رجل اسمه عثمان، رجال اسمه ايش؟ عثمان. هذا عثمان رجال حبيب، رجال طيب، رجال حريص دائما على انه يذكر الاذكار وانه يزور جماعته ويهديهم الى اخر. المهم سبحان الله، عندهم في حارتهم شجرة كبيرة مرة. الشجرة ذي سبحان الله، تعرفون الشجرة ما تجي على هواها ولا لا، يعني تميل شوي لين سقت أو شيء. المهم جاء واحد عليوي عليمي معه سيارة من السيارات، مستعجل توه يتعلم السواقة، ويصقع فيش في الشجرة. الشجرة سبحان الله مالت. المهم الشجرة سبحان الله غصونها يعني كل مالها تزود أو شيء، شكلها على خزان موية، ما أدري إيش قصتها الشجرة. تأذوا الناس منها، كل من مر سبحان الله تأذى، لا من السيارات الكبيرة يعني وش تسوي، تمشخ ايش البوية حقتهم، وأحيانا يتساقط ورقها وقد يكون في بعض منه شوك. المهم تأذوا الناس، أحيانا بعض النساء يمرون فيعلق الشوك وين فيه، في العبايات حقت ايش، أي. تأذوا الناس منها، من لها من لها من لها. هذا عثمان جيد وخلوق مثلكم ما شاء الله، زين مثل مصعب، حياك الله يا مصعب. أيوة. المهم عثمان هذا تعاون هو اثنين ثلاثة من زملاء، قالوا شاكم نتعاون سوا ونهذب هالشجرة، يعني نقطعها ونبعدها عن طريق الناس اللي تأذوا. واحد منهم قال والله أنا ماني فاضي، والثاني تذكر حديث سمعه أيام الدراسة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، عن نبينا نبي الرحمة، أوصانا بشيء مهم، تذكره يا مصعب؟ حديث إذا ما خاب ظني إني رأيت رجلا، نعم، في الجنة، في الجنة يتقلب. أنا بعطيك الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. شوفوا الأجر العظيم، واحد داخل في الجنة وشافها النبي عليه الصلاة والسلام، وش كان يسوي؟ إنه قطع شجرة. شفتوا شلون الفعل خفيف وبسيط بينما الأجر كبير مرة. في حديث ثاني أنت كنت تقول له لي قبل الحلقة، الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضل فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه مسلم. ممتاز، بيض الله وجهك. إذا إماطة الأذى عن الطريق سواء في شجرة، سواء في إن بناخذ الآن منكم معلومات وبناخذ حتى من جمهورنا الكريم المشاركات. المهم هذا عثمان واحد بس من زملائه وافق، قال أنا بجي معك، قال خير. ويجيبوا لهم فاس، تعرفوا الفاس؟ الفاس والمنشار الصغير هذا، ووخروا ايش؟ شمروا عن اكمامهم وبدوا يقطعون يقطعون، يعني ما هي بشغلتهم. يعني بعض الناس ممكن يقول هذه شغلة مين؟ البلدية ولا المزارع الفلاني ولا شيء. هم جزاهم الله خير بدوا، قعدوا يمكن ثلاث ساعات أربع ساعات ويكسرون ويكسرون ويشلون كل الشجر بواقيها، ورموا عزكم الله فيه يعني المكان المخصص له، وصار كل من مر يدعي لهم رايح جاي، يقول الله يجزاهم خير، الله يوفقهم، الله يسددهم. هم سووا ذا العمل عشان ياخذون شهادة تقدير؟ لا لا. ياخذون ميدالية؟ لا لا. ياخذون فلوس؟ لا لا. لا يبون ايش؟ الأجر من الله، لأن سمع أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نصير حريصين على يعني الطريق، وأن ما نؤذي أحد، مثل ما ذكرنا في هالبرنامج
اللي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم فيه. من يعطيني كذا يعني غير قضية أن الواحد يشوف غصن شجرة؟ ها من اللي في ذهنه الشيء؟ عبد الله. يعني طايحة حجر في الطريق. حلو. حجرة كبيرة. بلكة. حصان. حلو. تضرب فيها السيارة بعض الأحيان تنقلب. صح صح. بعض الأحيان ينفق الكبر. وتفحط الطريق. صح. وقد تؤذي السيارات. فيصير الواحد إنه يوخرها. عن الطريق ولها أجر. لأجر. ممتاز. تفضل خذ الميكروفون عرفنا باسمك يا أبوي اليوم كثرتوا علي شيبتنا ما ضيعت أسماءكم ها. اسمي مشاري بن هادي الرشيد. ونعم. من رشيد مثلا يوجد نفايات على الأرض أجي وأشلها وأحطها بالمكان المخصص ما تقول أنا ميب شغلتي ولا أنا أشيل قمامة أنا ولد فلان أشيلها وش يضرك يا أخوي لأنك تبي الأجر من